السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، دخلنا وبدأنا بالأمس إجابة على أسئلتكم وإشكالاتكم. أو نواصل شرحنا أم توقفنا عنده؟ طبعاً عند خيار الغبن خيار الغبن المراد به أن يغبن أحد المتبايعين، إما يكون المغبون هو البائع أو يكون المغبون هو المشتري. فإذا كان المغبون هو البائع، مثل أن مثلاً يبيع سلعته بثمن بخس، ثمن رخيص، أو أن يكون المغبون هو المشتري بحيث يبيع سلعته أو يشتري السلعة بثمن عالي. فحينئذ له أن يدعي يرفع في الغبن، وهو أن يغبن في السلعة غبنا فاحشا فوق العادة، لأن الغبن منه الغبن اليسير الذي يتغاضى الناس مثله. يعني مثلا السلعة تباع بعشرة أخذها بحد عشر ريال، أو تباع بعشرة أخذها بتسعة، فمثل هذا يحصل الغبن فيه ويتغاضى الناس مثله، وبالتالي فلا يعني يملك أحد العاقدين يرفع خيار الغبن. في عرف الناس يكون خارج العادة. وأهل العلم اختلفوا في حد مسألة خيار الغبن، ما حده، منهم من حده بالثلث وهم المالكية، يقولون إن زادت نسبة الغبن عن ثلث يعني قيمة هذا الشيء بالسوق فيعتبر مغبونا. السلام عليكم، المعذرة، حصل عندي خلل في البرنامج وفرزت. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ طيب، هذا السؤال أنا كنت أواصل الشرح فيه ما تيسر من المنهج، لكن إذا كان في سؤال أو استفسار فيعني يطرح في حين، حتى لو كان يعني في موضوع آخر. هذه خلصت إشكالاتكم، هل بقي إشكالات لكم؟
طيب رؤوس أقدام سريعة ما فيه. طيب خيار تدليس، خيار تدليس هل ما أظهر الخيار ضابطه؟ هل يظهر ضايع سرعة المظهر برغم فيه على غير ما هي عليه في الواقع، على غير ما هي عليه في الواقع حتى يزيد بذلك الثمن؟ السؤال هل ثمر النحلي للبائع أو المشتري إذا قفل؟ طيب الآن الصوت واضح، الآن هي الصوت واضح. طيب ما رأيك، ما الجواب، ما الجواب عن سؤال الأخت هل ثمر النحل للبائع أو المشتري إذا لقح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لمن؟ بعد أن تؤبر يعني تلقى، تؤبر يعني تلقى. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. معناته إذا بيعت وهي قد لقحت من البائع فإنه إن الثمرة تكون للبائع. فباع الثمرة، باع الشجرة، باع النخل، باع النخل، لكن هذه النخل فيها ثمرة يعني ما تزال في بداية صلاحها وقد لقحت، فإنها تكون للبائع، فإنها تكون للبائع. نعم المسؤال سبب تدريس الكلام في واضح ما فيه. هل الأوراق النقدية تقدر بالذهب والفضة؟ كيف تقدر الذهب والفضة؟ في أي تحت أي باب هذا الكلام؟ الأوراق النقدية جنس مستقل غير الذهب والفضة، تعتبر مالا ربويا، أصليان تعتبر مالا ربويا. لماذا؟ لأن حلة جريان الذهب في الذهب والفضة هي الثمنية، فكل ما كان ثمنا فإنه يجري فيه الربا، ومن ذلك الأوراق النقدية التي معنا تسمى العملة النقدية، لأنها ليس ضرورة تكون ورقة، قد تكون ورقة إلكترونية، قد تكون عملة إلكترونية. فهذه يجري فيها الربا، يعني عبارة تقدر الذهب والفضة مع الذهب. الكلام يقال في الزكاة، في باب الزكاة إذا أردت أن أعرف نصاب الأوراق النقدية، نصاب الأوراق العملة المعاصرة، فهل أقدره بالذهب أو أقدره بالفضة أو أقدره بالأحظ للفقير؟ هذا السؤال لا يتأتى معنا في فقه المعاملات، بينما يقال هل يجوز أن أبادل ذهبا بريالات أو دولارات بفضة أو نحو ذلك؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أني أخذ مثلا جرام فضة
في 10 دولارات أو جرام ذهب ب50 دولار مثلا. مع اشتراط التقابض، مع اشتراط التقابض. لماذا اشتراط التقابض؟ لماذا اشتراط التقابض هنا؟ أنا أريد أن أعرف ما هو موجود موجود بالضبط، يعني هل يقدر موجود هذا الكلام، هل يقدر الذهب في الضبط في باب الربا؟ كيف يقدر موجود في باب الربا؟ يختلف الجنس، نعم يختلف الجنس، يختلف الجنس، وكانت العلة واحدة دائما. إذا اختلف الجنس المال الربوي، هذا مال ربوي هذا مال ربوي، لكن اختلف الجنس يعني تمر ببر أو ذهب بفضة أو ملح بشعير مثلا، ننظر إلى ماذا؟ ننظر هل العلة فيهما واحدة، علة جريان الربا فيهما واحدة أو العلة مختلفة. فإن كانت علة جريان الربا فيهما واحدة فإنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التقابض في مجلس العقد، يعني لا بد من الحلول، ما يجوز التأجيل. أي مثال سابق؟ أي مثال سابق؟ أي مثال؟ أي مثال؟ أعيد المثال السابق. نعم، هل يجوز مبادلة ويقال تقدر؟ هل يجوز أني أشتري ذهبا بريالات أو بدولارات أو لا يجوز؟ نعم، الجواب يجوز مع اشتراط التقابض، لا بد من التقابض في مجلس العقد، لا يجوز التأجيل، لا يجوز التأجيل. ذهب بريالات، ريالات بفضة، دولارات بذهب، دولارات بريالات، كلها اشتراطية التقابض. لماذا اشتراطية التقابض؟ لأن علة جريان الربا فيها واحدة وهي الثمنية. يعني إذا ذهبت إلى محل الذهب، نعم لا بد أن، يعني إذا كنت ستبيعين الذهب الذي معك مثلا، فلا بد أن تتقابض الثمن. إذا كنت ستبيعينه بذهب من عندي، فلا بد أن يتساوى الذهب مع الذهب في وزنه. يعني إذا كان معك 10 كرامات ذهب وسيعطيك بدل منه ذهب، فلا بد يعطيك منه بدل منه 10 كرامات. طبعا هذا لا يمكن يكون عند محلات الذهب، يعني لا يريد أن يعطيك ذهبا مكان ذهب، يريد أن يبيع حتى يتكسب، يبيع لك الذهب بريالات وتشتري منه ذهبا. طيب خيار الخلف في الصفة واضح معناه أن يبيع السلعة على وصف، كان أنا وياك في الرياض ثم أبيعك سيارة التي في جدة، فأقول سيارتي وصفها كذا وكذا، مديرها كذا، ماشية كذا من الكيلوات، فيها كذا وكذا من المواصفات، لونها من الداخل كذا، لونها من الخارج كذا إلى آخره، أذكر الصفات ما ينقطع به النزاع. ثم إذا أتت سيارة، يعني أحضر السيارة لك بعد ذلك بعد فترة بعد عقد البيع، فتبين أن بعض الصفات تخلفت ليست موجودة في هذه السلعة، فإنه يثبت حينئذ خيار يسمى خيار الخلف في الصفة، يسمى خيار الخلف في الصفة، ليس يسمى خيار الغبن، يسمى خيار الخلف في الصفة.
للمشتري أن يمسك السلعة وله أن يفسخها ويسترد ما دفعه من ثمن. الخيار الذي بعده خيار العيب، هو الخيار الذي يثبت بسبب وجود العيب في السلعة. والضابط فيه كما يقول الشيخ المؤلف الضابط فيه نقصان قيمة المبيع في عرف التجار، فما عد التجار نقصا لقيمة المبيع ثبت به الخيار. سمى خلف، نعم سمى خلف يعني مخالفة أو تخلف أو الصفات أو اختلاف، كلها بمعنى واحد. نعم الآن صوت واضح. الآن صوت واضح. والله ما أدري ما سبب التقطيع. إذا وجد المشتري للسلعة عيبا وكان هذا العيب حادثا في ملك البائع ولم يحدث في ملك المشتري، فإن المشتري له أن يدفع ذلك الضرر عنه بخيار العيب. خيار العيب محل خلاف لأن الفقهاء كيف يستعمل خيار العيب، هل إذا أمسك السلعة هل يمسكها مع أخذ أرش نقصها أو يمسكها بدون أن يأخذ أرش؟ الذي عليه المحقق من العلم أنه يمسك هذه السلعة نقدا، أنه يمسك هذه السلعة هو عفوا يمسك هذه السلعة بدون أن يأخذ أرش نقص، بدون أن يأخذ أرش نقص. وإذا أراد أن يرفع الضرر عن نفسه فله أن يفسخ هذا البيع ويرجع بالثمن على البائع، فيرجع بالثمن على البائع. الآن الصوت واضح. إلى الآن يقطع تقطيع غير مفهوم. طيب هل سؤال؟ هل سؤال؟ هل سؤال؟ الآن الصوت واضح ولا لا؟ طيب المراد بالأرش هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا، يعني والله هذه السيارة فيها عيب فنحن سألنا الخبراء كم تسوى هذه السيارة لو كانت سليمة من العيب، يقول تسوى 50. طيب مع وجود هذا العيب يقول تسوى 45، معنى هذا الأرش هو 5000 ريال، أرش 5000 ريال، يعني فرق بين قيمة السلعة الصحيحة وبين قيمتها معيبة. فإذا اختار المشتري إمساك السلعة فليس له أن يأخذ أرشا، هذا الراجح من أقوال العلم، وكان هذا من أهل العلم قال أنه يأخذ أرشا.
نعم، الأرش هو الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا. العرض الفقراض أو القسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وبين قيمته معيبا. الجبن البيض بلى، إذا تبين فساده بعضه فإنه يرد على البائع حتى ولو كسر، وهذا لا يسمى غبنا. أن يسمى إذا داخل تحت مظلة خيار العيب، داخل تحت مظلة خيار العيب. يعني استعمال مثل هذا، مثلا لو وجد البيضة فاسدة بعد كسره وأعاده إلى البائع، هذا يسمى استعمال خيار العيب في فسخ العقد. معنى السؤال آخر أنواع الخيارات، وخيار أو قبل الأخير، خيار يثبت للاختلاف البائعي في الجملة، يعني وضع هذا الخيار ليرفع الضرر عن أحد المتعاقدين حتى بعد وقوع الخصومة بينهما. يعني مثال هو أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بعشرة، المشتري يقول: لا، بثمانية. والبائع يحاول رفع السعر والمشتري يحاول تخفيضه. فإذا لم يكن لأحدهما بينة، المراد ببينة إما شهادة الشهود أو القرائن مستمعة. وبالأمس بمناسبة يسألني إذا كنا عن البيع عن نعم البينة، مع أنها موضحة عندكم في المحتوى هنا، مذكرة المرسلة لكم. المقصود بالبينة في شهادة الشهود أو القرائن المستمعة.
استلمت البضاعة وأنا أسف ما عندنا. أعطيني رزق الباب الفقر ما. طبعا قولها أعطيني وأنا أجيب لك البضاعة بعد فترة، هذا يحتمل أمورا، يحتمل أمورا. الأمر الأول أن تكون وكيلة عنك في الشراء وتأخذ عمر يسيرة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أنا أريد أن أعرف يعني تعطينها الآن، تشتري منها في الحال شيئا لا تملكه ثم تذهب تشتريه وتعطيك إياه، أو أنك توكلينها في الشراء. هذه بعض الصور الواردة هذه. فإن كانت توكل على الشراء، عفوا، إن كانت اشترت منها قبل شراء البضاعة فشيء لا تملكه فلا يجوز بيعه، وهذا الشيء الذي لا تملكه هل تبيعه على هذه المرأة مباشرة، أو أنها تتوكل عنها في الشراء لها؟ مين تشتغل دون؟ يعني هذه الشركة الآن تبيع، هذه مندوبة شركة وهي تبيع بالنيابة عن باسم الشركة، أليس كذلك؟ طيب هذه الأدوية التي ليست موجودة الآن، هي ليست موجودة عند الشركة في مخازنها، أو هي موجودة عند يعني مستورد آخر سيشترونها منه؟ لابد من التفاصيل. كانت موجودة في مخازن الشركة فهي ملك للشركة، بالتالي يجوز بيعها، يجوز بيعها. إن كانت الشركة لا تملك هذه البضائع التي أتت بها هذه المرأة، فنجيب على الأخت السائل الآن. كانت الشركة لا تملك هذه البضائع التي أتت بها هذه المرأة، تقول ادفع إلى الآن ونأتي ببضاعتي بعد ذلك، يشترون بعد ذلك، فإنه لا يجوز، إنه لا يجوز بيع ما ليس عندهم إلا أن يكون السبال الشراء على سبيل الشراء ما في الدنيا. يعني أنا أتعامل مع ظاهر السؤال. تقول قالت إن خلص، ماذا معنى خلص؟ يعني انتهى من عند الشركة أو انتهى من عند المرأة. هذه المرأة تعمل عند الشركة وكيلة عن شركتي في البيع، لا تبيع من عمالها المرأة، وإنما تبيع من مال الشركة بضاعة، مثلا بضاعة عطورات أو ملابس أو غيرها، فهي تبيع على أساس أنها وسيطة بينك وبين الشركة، ولا تبيع، وليست هي البائعة بنفسها، هي تمثل الشركة. طيب هذه المرأة هي وسيط، تقول أنا وسيط، وأنا وسيط عن الشركة الفلانية أو مندوبة الشركة الفلانية، تبيعك الشركة الفلانية، تبيعك أنت هذه الملابس أو هذه العطور، واضح؟ يبدو الصوت عندي. المندوبة تبيع، نعم تبيع بضاعة الشركة، وأنت عقد البيع مع الشركة نفسها، أليس كذلك؟ وتقول إن هذا المنتج انتهى من مخازن الشركة، ليس موجودا عند الشركة، وأنهم سيأتون به بعد ذلك. طيب سنعطيها الآن المال على أي أساس؟ على أساس الحجز ولا على أساس الشراء المباشر؟ محل، هذا محل إشكال، هذا محل إشكال. ممكن يسترد المال هذا ولا ما ممكن يسترد؟ إذا كان يمكن استرداد هذا المال كله
هذا المال هو فقط إثبات الجدية. السؤال ما زال فيه أمور ناقصة. في سؤال أخت واحدة من قرية جابت بضاعة على منطقة تبيعها في منطقة هذا يسمى بحاضر، لا لا تسمى، لا تسمى، جاءت من قرية إلى منطقة أخرى تبيع فيها بضاعة، بيع جائز ولا إشكال فيه، وأكل كان ركبان والجلب يفعله عند النبي صلى الله عليه وسلم. المحرم هو ماذا؟ المحرم هو أنها إذا أتت بضاعة أن في أحد من البلد يخرج و يعني يسبق إليها أو يسبق قبل أن تدخل السوق ويشتري بضاعة منها، أو أنه يتولى البيع لها حتى يضر باقي الناس، يعني ما يتركها حتى تنزل السوق والناس تطلع على البضاعة والأسعار التي عندها، لا يستبق الأمور يعني قبل أن تنزل إلى السوق. هذا هو المحرم، هذا هو المحرم. ما في إشكال أبدا، لا يجوز، يجوز أن يأخذ بضاعتي أذهب بها إلى مكة، أذهب بها إلى جدة، أبحث عن سوق جيد، ما في إشكال، يجوز شرعا. طلب الربح يتضمن يعني مقصد شرعي، مقصد صحيح، لكن محرم أن يأتي واحد من البلد ويستقبله عند أطراف البلد قبل أن تدخل السوق حتى يستغلها في شراء ما معها، هذا يسمى تلقي الركبان، أو أنه يعمل لها سمسارة فيرفع أسعارها على الناس. كيف هذا السؤال؟ بقيت المحاضرة خمس دقائق بكافي السؤال. الربا في أي شيء يقع على دون من فضلك؟ ما فهمت السؤال. الربا من حيث الإجمال هو نوعان باختصار، اختصار شديد، وكما قلت الاختصار اختصاري الآن، والكلام في المحاضرات الحية لا يغني عن ما في المحتوى الأصلي المحاضرات المسجلة. الربا نوعان، النوع الأول ربا الديون، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول ربا القرض، أقول أقرضك 100 ريال على أن ترديها بعد شهر من الآن 150 ريالا، هذا يسمى ربا قرض، وهو قسم من ربا الديون. النوع الثاني من ربا الديون الزيادة في الدين الثابت في الذمة عند تأجيله، يعني شخصا أطلب منه 10,000 ريال يسدها لي في شهري للحجة القادم، أتى شهر بحجة ولم يستطع السداد، فقلت له إما أن تقضي الآن وإما أن تزيد في الدين، فيزيد في الدين بدل ما يأخذ 10,000 يكون 10,000 ريال يسدها لي في شهر ربيع الأول القادم، هذا يسمى ربا الديون، يسمى ربا الديون، نوع ثاني ربا الديون زيادة في الدين الثالث في الذمة عند تأجيله. القسم الثاني من أقسام الربا حكمها محرمة، ربا القرض محرم، ربا الزيادة في الدين الثابت في الذمة محرم، وهما أشد أنواع الربا على الإطلاق، وهما الذي ورد عليهم الوعيد الشديد واللعن. والنوع الثاني، القسم الثاني
ربا البيوع، ربا البيوع هو ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل عبارة عن الزيادة، مثل أبيعك صاع تمر بصاعين من التمر، أو صاع شعير بصاعين من الشعير، أو صاع ملح بصاعين من الملح، أو صاع بر بصاعين من البر، أو جرام ذهب بجرامين من الذهب، أو جرام فضة بجرامين من الفضة، وهكذا، أو ريال بريالين، أو دولار بدولارين، وهكذا. هذا يسمى ربا فضل. النوع الثاني ربا النسيئة. النوع الثاني ربا النسيئة. ومتى يقع ربا النسيئة؟ يقع عندما يكون هناك تأجيل، عدم قبض، عندما تكون العلة واحدة في العوضين الربويين ويكون هناك تأجيل. إذا حصل تقابض ما يكون هناك ربا نسيئة، إذا حصل تقابض في مجلس العقد ما يقع ربا نسيئة. مثاله أبيعك مثلا صاع تمر الآن، أعطيك إياه على أن تعطيني صاع تمر الجمعة القادمة، يسمى ربا نسيئة حتى لو كان متماثلين. أو أبيعك مثلا صاعين من البر أعطيك إياه الآن وتعطيني يوم الجمعة القادم صاع من التمر، هذا يسمى ربا نسيئة. أو أعطيك مثلا لحم كيلوين من لحم البقر الآن وتعطيني الجمعة القادمة كيلو من لحم الغنم، هذا يسمى ربا نسيئة. إذا اتحدت العلة وكان هناك تأجيل وقعنا في ربا النسيئة. العلة ما هي؟ العلة إما أن تكون الكيل مع الطعم، مكيل مطعوم، أو الوزن مع الطعم، موزون مطعوم، أو الثمنية. متى ما اتحد جنسان في علة واحدة فإنه لا يجوز التأجيل، فيجب التقابض. واضحة؟ طيب، سؤال الأخت تقول ربا الديون يعني أقرضه 10,000، ربا الديون يعني أقرضه 10,000 فإن انتهت المدة وما سدد قال له نعم أعطيك. لا، ربا الديون، ربا الديون هو القرض نوع من أنواع ربا الديون. القرض أصلا إذا أخذ عليه منفعة فإن وقع في ربا الديون حتى ولو لم يقع تأجيل، حتى لو ما وقع تأجيل. أقرضك الآن 1,000 ريال وتسدد لي في شهر الحج القادم 1,200 ريال، هذا شو يسمى؟ هذا ماذا يسمى؟ أجيبه. هذا يسمى ربا قرض، هذا يسمى ربا قرض، هذا يسمى ربا قرض. لكن يفرض أن في دين آخر ليس بالضرورة يكون قرضا، قد يكون مثلا أجرة بيت، قد يكون مثلا ثمن مبيع، ثمن سيارة، أعطيتك فترة حتى تسدد، قلت لك أنا أسدد لك الأجرة في شهر ذي الحجة القادم، واتفقنا على ذلك تسدد لي مثلا ثمن البيت في شهر ذي الحجة القادم. فإذا أتى شهر ذي الحجة أتيت إليك قلت وين ثمن البيت؟ قلت ما عندي شيء. قلت لك الآن إما أن تقضي الدين الذي عليك وإما أن ترضي، يعني إما تعطيني الآن قيمة السيارة 100,000 ريال أو أؤجلك 6 أشهر وأجعل قيمة السيارة 110,000 ريال. هذا تسمى الزيادة في الدين الثابت في الذمة، هذا يسمى الزيادة في الدين الثابت في الذمة، هذا يسمى هذا النوع من أنواع ربا الديون. ربا الديون. ربا الفضل إني أبيعك صاع تمر بصاعين من التمر، أو صاع شعير بصاعين من الشعير، أو ريال بريالين، ريال سعودي بريالين سعوديين، وهكذا. نعم، الزيادة في الدين الثابت في الذمة عند تأجيله يعتبر من ربا الديون، وهو ربا الجاهلية. يعني كان في الجاهلية دائما إذا حل الأجل قال التاجر للمسكين العمير، قال له إما أن تقضي
وإما أن تربي. نوع تربي يعني تزيد تزيد، يكون مثلا الله مطلوب منه مثلا 100 صاع من التمر يسددها في محرم القادم، ويأتي الأجل فيقول أعطني ما عندي شيء، خلاص أنا أؤجلك سنة أخرى وأجعلها مثلا 200 صاع 200 صاع. هذا النوع من الربا اللي هو ربا الديون هو أشد أنواع الربا تحريما، وهو الذي نزلت فيه آيات سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من نفسه، فعاده الله بعذاب أليم. لا هذا ليس محرما، هذا كوني أبيع سيارتي عليك بعد مقصد على 5 سنوات، أبيعها تسوى مثلا في السوق 50,000 ريال حالة، لكن أنا أبيعها مؤجلة ب80,000 ريال، ما في إشكال، يسمى بيع تقسيط، يسمى تقسيط، ما في إشكال، هذا ما في إشكال. لكنه الإشكال في ماذا؟ طيب لو أحد طلب مني 5 ريالات أقول له بكرة تقي 10 ريالات، هل يقع في الربا؟ نعم يقع في الربا، 5 مقابل 10 يقع في الربا. يقع في الربا نعم. المشكلة في بيع التقسيط ما هو؟ لا لابد من الإجابة، لابد أن تكون الإجابة واضحة. الآن لنفرض أن القسط حل، القسط حل هذا الشهر، ولو أن البنك اشترط عليك أنه إذا حل القسط وما سددت أن يأخذ عليك غرامة، هذا يكون ربا الديون، هذا ربا الديون. الآن ثمن السيارة، إذا اتفقت معك الآن على ثمن السيارة سيكون 80,000 ريال مقسط على 5 سنوات، ما عاد يجوز أن أزيد بعد ذلك ريالا في ثمن السيارة حتى ولو تأخرت في سداد الأقساط، حتى ولو تأخرت في سداد الأقساط. نعم إذا حل الأجل، إذا حل الأجل وأنت ما عندك سداد، جاك أنا أجلك وأزيد في الثمن، أزيد في الدين، هاي يعتبر ربا الدين. الآن في دفعة أولى ودفعة أخيرة في شراء السيارة، ما في إشكال، هذا ليس إشكال فيه ما دام الثمن متفق عليه أثناء التعاقد، توزيع الدفعات كيف تكون، هذا لا إشكال فيه. طيب انتهى الوقت الآن، وبدا يعني على انتهاء المحاضرة أكثر من 5 دقائق، وإن شاء الله تعالى نلتقي بالمحاضرة القادمة. أنا أتمنى بالفعل يعني من الجميع وأن تتواصوا، يعني من لا يحضر معنا قطعا كل واحد منكم يعني يعرف شخصا يدرس في نفس المقرر، ويعني تصل إليه معلومات هذه اللقاءات. أنا أتمنى بقي معنا محاضرة ثانية يوم الثلاثاء القادم، أتمنى أن بالفعل تحصل يعني مراجعة مكثفة بشكل كبير، المحاضرات مسجلة وبيدك الملزمة المفرغة عنها، واجتهاد يعني منقطع النظر. المادة فيها من الصعوبة لكنها بإذن الله تسهل على من يبذل جهده. لا إذا طلبوا زيادة لإعادة الجدولة، أي زيادة وكانت زيادة ريالة واحدة، أي زيادة على الدين الثابت في الذمة سواء كان بدعوى الجدولة أو بدعوى التأخير أو نحو ذلك أو الغرامة أو أي شيء يسموه، أي زيادة يدفعها العميل على الدين الذي ثبت في ذمتي الآن، إذا طلعت وقعت على البنك عقد أني أشتري منه سيارة ب8,000 ريال مقسطة على 5 سنوات قادمة، أو أشتري منه بيت مقسط على كذا كذا من السنين، ها ثم حصل خلل اثناء يعني في اثناء التعاقد، فلا يجوز له ان يزيد ريالا واحدا.
لا المنزل ما لا أعرف، لا أعرف لا أبو يوسف ولا غيره. أنا يعني اطلعت عليه وأنزلته في المنتدى، في منتدى المنتدى المناقشة، يمكن لكل منكم دخول عليه، في مذكرة مفرغة أرسلتها وأظن وصلت للجميع. فأنا أتمنى يكون الطالب مع هذه المذكرة المفرغة، هو أنه يراجع المحاضرات المرئية المسجلة. هذا ليس يعني أمر مستحب، هو واجب الطالب إذا أراد فعلا الحصول على يعني درجة عالية، وأيضا يعني على يعني إحاطة كافية بهذا المادة، أن يراجع ولا يعني، وأيضا يراجع أيضا التطبيقات السابقة والاختبارات السابقة حتى يستفيد من طريقة الاختبار. لا أدري عنها، أنا أستطيع أن أزكي يعني شيئا لم أراه ولم أطلع عليه. الله يعينكم يسرا. طيب أنا أستأذن الآن. هذا صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.